السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة من رأى أو سمع أو قرأ سورة عبس وفي المنام وتعبيرها. أحباب الله، من رأى أو سمع أو قرأ سورة عبس في المنام فإنه سيكون من الدعاء إلى الله، ويكون مخلصا له ومحبا للخير للناس، ويتمنى هدايتهم وكثير الدعاء، ولكن عليه أن لا يستهين بالفقراء والمساكين عند الدعوة إلى الله، وأن عمره سيكون طويلا، ويكثر الله له الذرية والزوجة الصالحة، تكون له معينا في دينه ودنياه، وسيكون كثير التلاوة لكتاب الله وذاكرا له دائما وشاكرا، وسيكون مرزوقا ومباركا في حياته وماله وولده. ولكن عليه أن يعتمد على الله ونفسه في الأعمال الصالحة، ولا ينتظر الأجر من أحد، فإنه لن ينفعه إلا عمله، وتدل على حسن الخاتمة. أما إن كان من المبتعدين عن الدين فليحذر، لأنه سيرى عجائب قدرة الله عليه من العقاب، ويسود وجهه في الدنيا قبل الآخرة، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.